الأشياء أو الحقيقة أو الواقع هو مجرد نتيجة لأعمال من ناس كانوا أكتف وعملوا شيء. انظر للواقع للحقيقة على أنه شيء موجود هو هيك لأنه هيك دائما كان وهيك رح يضل. شلون كانت حياة جاد بدمشق بسوريا وكيف كان يعيش وكيف كان يفكر وكيف كان يشوف الناس اللي من حواليه وشو الشيء اللي بيحبه وشو كان يعمل ويضحي كرمال الشيء اللي بيحبه؟ الفكرة أنه أنت لما توصل لمكان ما يعتبر أنه أنت انتهت مهمتك. المهمة الثانية اللي تكون أنه أنت تأخذ واحد يوصل لمكانك. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني. أنا عامر وضيفي اسمه جاد. ضيفي اسمه جاد وهو عن جد يعني مثل ما بيقولوا من الأمثلة اللي يحتذى فيها بالجدية والمثابرة بالعمل والوصول للأهداف. وهو شخص يعني بتخيلي أنا بتصوري أنه بحب يقدم القيمة المضافة يلي ممكن الناس تقدر تستفاد منها بعد سنين مو بعد يوم أو يومين. وجاد بعيش ببلد غير ألمانيا وعنده قصة ملهمة وعم يعيش كمان هلأ. بتخيل أنا الحلم اللي كان يحلمه وتوصل لهذا البلد وعم يقدر يوصل رسالته على كتير منابر وحتى مو على منابر فقط وإنما بطريقة جدية وإنما حتى بطريقة هزلية يعني. وبنفس الوقت كمان حب يستهدف شريحة أكبر من الناس بأنه يعمل كتاب. هاي الشغلات كلياتها رح نحكي فيها اليوم مع جاد. جاد أهلا وسهلا فيك بعربي ألماني. شكرا عامر، شكرا على الدعوة، كثير سعيد اني موجود معك. شكرا كثير لك، شكرا كثير. جاد للناس اللي ما بتعرفك وخاصة يعني مثل ما قلت لك انا يعني قبل المقابلة انه بشوف هذا الشيء انا يعني محزن انه انت شخص بالعالم يعني بالبلاد اللي بتتكلم اللغة الألمانية انت شخص مشهور يعني، ولكن للناطقين باللغة العربية يعني انت شخص شبه ما لك موجود او العالم ما بتعرفك، وهذا الشيء بصراحة بشوفه انا كتير كتير مؤسف. وانا لي الشرف يعني انه تكون انت عندي بالبودكاست بحيث انه يكون هذا المنبر من اول المنابر اللي بيأرجي الناس مين هو جاد باللغة العربية يعني. فتخيل معي انك انت بحفل شواء وبيجي شخص وبيسألك مين انت، ففيك كيف يعرف عن حاله جاد بصفته العملية صفته الاجتماعية وكيف بيحب يوصف حاله؟ سؤال كتير حلو. المشكلة انه يعني هلا صعبت علي انت لانه انا بحياتي الخاصة يعني مو لما اكون مستضاف او عندي مثلا امسية او حفل بحاول ما يعني ما بعرف ليش بحاول انه ما كتير انه لما اعرف عن نفسي انه ضيف الشغلات اللي عم ساويها هلا انت اللي حكيتها، لانه احيانا حسيت الناس بتضيع لما تيجي بتقول له انا كاتب، انا كوميدي، انا مدرب منتال، او مثلا عندي شو بودكاست مثل اللي عم تساوي انت، او يعني لما بتعد له كل هالشغلات بيقول لك معناتها انت ما عم تساوي شيء منيح لما ما لك بتساوي شيء معين. لانه الناس متعودين لما تساله يقول لك انا محامي، انا دكتور، انا مهندس، انا مرشد اجتماعي وخلافه، يعني متعودين على انه تقول شغله واحده. مشان هيك دائما بحاول مثلا حسب الجو اللي انا فيه اعطي الاجابه. مثلا اقول ان انا مثلا بشتغل مدرب ليوغنتليشي، او بقول انه انا كاتب حسب الجو يعني. واحيانا انت بيصير فيك انه بدك تتجنب اسئله، لانه مثلا انا بتدرب بالفوتبول فقاعد نادي كره القدم عندنا، نعم،
وبعرف انه بهذا الجو في كثير يمينيين و سمتايل يعني متطرفين، فبحاول اتجنب هالشيء اسمه، بقول لهم انا بعمل كوميدي بس انه ما بحب ادخل معهم بهالنقاشات. واحيانا لما بيصير شيء مثلا وهذا الشيء يعني لازم الواحد يتدخل يقول انه هذا الشيء اللي عم تحكيه انت غلط، لما بيصير في مثلا تطرف او يعني فأختم لناس معينة إجباري هون بدك تدخل بالموضوع. بس يعني خليني هلأ جاوبك على السؤال. أنا كاتب ستاند اب كوميديان وجروب ملايطة، يعني هو مدرب ليوغند تمام، مشروع اسمه هيروز قلت لك تماما. هلا هذا الموضوع حنحكي عليه بعدين، موضوع كتير مهم وحساس يعني بتخيل. ولكن انت حكيت لي شو بتعمل بس ما قلت لي مين انت. تماما، هي الفكره، لما انت تعيش بمجتمع هو بياخذ معناك عن طريق الشيء اللي انت بتساويه، بس هو بالنهايه الشيء اللي انت عم تساويه شيء زمني مؤقت. يعني انا بجوز بعد 10 سنين كون عم ساوي غير شيء، وانا قبل 10 سنين كنت عم ساوي غير شيء. انا قبل 10 سنين اشتغلت لما كنت بالمدرسه اشتغلت كهرباء وبعدين بمحافظه دمشق وهلا غير شيء. انا من مواليد دمشق من الشام 98 او 89. جيت لهم بال 2015، بدايه سنه 2015. عندي شغف و وحب كثير للكتابة من لما كنت صغير، يعني كان عندي اني اكتشفت موهبتي او حبي للكتابة للأدب للقراءة. كنت كثير اكتب، يعني انا كثير كنت اهرب من المدرسة كثير، يعني هربت يمكن اكثر من نص السنة، يعني اخر 3 سنين بالمدرسة، لانه كنت انزل على الابو تبعنا كان عندي كتب هنيك كنت اقرا. وهذا يعني مو جاي عن فراغ، لانه من قبل صار في كثير تنمر بالمدرسه عن الشيء اللي انا بساويه، لانه مثلا ما كنت افهم انا ليش بدي ادرس رياضيات، شو السبب، يعني شو منفعه من الرياضيات. كنت حصه رياضيات اقعد واكتب شعر، وحدث كذا مره انه الاستاذ اجى وكمشني، يعني انه محمد هلا انت صرت نزار خباني شاعرنا ضحك الطلاب. وانا بوقتها كنت يعني عم اكتب ويعني مندمج، كنت يعني عشان امراه من مخيلتي. نعم. هي ما كانت موجوده، كل ما تصير الجو ضباب وهيك شتاء تظهر هي واكتب لها انا. يعني بعدين لما حسيت انه يعني الموضوع المدرسة ما كانت معبرة لي، يعني ما كنت أحس حالي إن أنا مبسوط، يعني لأنه أنا بدي أقرأ. أنا يعني كنت بكل شيء كسلان، بكل شيء الأخير إلا باللغات الأجنبية الإنجليزي والفرنسي والتاريخ. هذول الثلاث مواد كنت دائما أنا الأول، أما باقي المواد الثانية على طول رسبان فيه، ما كنت أفهم ليش. مشان هيك جمعت بالمستودع عنا بالأبو كتب، صرت اقرا يعني من بينات الكتب تحول لكافكا، ما بعرف اذا بتعرف. اول شيء قديش كان عمرك وقت كنت عم تقرا لكافكا؟ 16. اوكي، وقدرت تفهم كل شيء كان عم يكتبه؟ هلا هذا الشيء بدي اقول لك، انا قريته يمكن روايه اكثر من 10 مرات، انا حافظها بصم، بقدر احكي لك اياها هلا مع التفاصيل كلها. يعني شلون هون يعني صار عندي حب للقراءة. وبعدين اللي صار انه القراءة والكتابة، انه مو بس بالمدرسة الاستاذ والطلاب مسخروا على هذا الشيء، حتى بالبيت عنا يعني. تمام، يعني انت حكيت لي قصة بقلب القصة اللي احنا بدنا نحكيها. يعني هلا انت حكيت لي شلون كانت حياة جاد بدمشق بسوريا، وكيف كان يعيش وكيف كان يفكر وكيف كان يشوف الناس اللي من حواليه وشو الشيء اللي بيحبه وشو كان يعمل
ويضحي كرمال الشيء اللي بيحبه. ومن بعدها صار عندك ظرف انك لازم تسافر مثل ما الكل بيعرف يعني، والمشاكل اللي صارت، فانت قررت انك تسافر وتجي على النمسا. كان البلد من الاساس محدد جاد انك انت تروح على النمسا، ولا كانت هي الشغله كمان بمحض الصدفه؟ وبالنسبه للهدف او يعني التسيل، انا ما كان في تسيل يعني، ما انت لما بتوقع الكل اللي عنده تجربه لجوء بيعرف انه انت الهدف ما كان بلد بحد ذاته يعني اسم، ولكن سوشتان يعني متطلبات شيء معين، اللي هو انه انت تعيش في احترام وب يعني ان فيرد ليبن، اللي هو انت تكون يعني كرامه ان انت يعني. انا حاولت ضل بلبنان وبعدين حاولت ضل بتركيا، وكان الشيء يعني كاتاستروفال. كان يعني انا بتركيا اشتغلت صعب شهر ب $300 ست ايام 12 ساعه يعني، وهذا ما كان حلمي من الحياه. كنت انا حابب عندي غير طموح، كان بدي يعني انه اطلع على اي بلد بحيث اني اقدر احقق هذا الشيء. اول شيء فكرت في السويد، بعدين المانيا. المهم انا كنت بدي بهالاتجاه، واللي صار انه وقفوني بالقطار بالنمسا، ضليت بالنمسا يعني. من هنغاريا بالقطار على المانيا كنت بدك تسافر ام لقطوك بالنمسا؟ ايه القصه موجوده بالكتاب. نعم كلها. واللي صار ضليت بالنمسا والحمد لله يعني. سبحان الله، من يعني احيانا انت الشيء اللي ما بتحصل عليه بيكون يعني برايفرهم، اللي هو شيء بيساوي حاجه يعني أفضل. اضافه لك يعني بالنهايه، رب ضاره نافعه خلينا نقول. تماما. وانت وصلت على النمسا بمحض الصدفه، وكانت هي الصدفه مثل ما انت قلت انه هي اضافه كبيره بالنسبه لحياتك، واثرت كتير كمان على حياتك، لانه انا بتخيل الأشخاص اللي تعرفت عليهم كمان بالنمسا هنن كتير كانوا من الأشخاص المؤثرين اللي قدروا يساعدوك وقدروا يشوفوا الموهبة فيك وقدروا ياخدوا بإيدك ويوصلوك للشي اللي انت بدك اياه، طبعا مع كتير من التعب والجهد اللي انت بذلتهم. جاد، انت فتت بحياتك بالنمسا وبلشت وعرفت انه في شيء مهم كتير لازم تعمله، واللي هو تعلم اللغه. انا ما بدي فوت بموضوع تعلم اللغه بصراحه بشكل، لانه هذا الموضوع يعني كتير منعاد وكتير العالم تحكي فيه، ولكن انا بدي فوت مباشره لبعد مرحله تعلم اللغه والتعرف على العادات والثقافات اللي موجوده بهذا البلد، واوصل مباشره للشيء اللي هلأ جاد عم يعمله. يعني جاد قبل 5 أو 6 سنين ما له جاد يلي هلأ هو موجود هون. تماماً. فالفكرة اللي أنا بدي وصل لك إياها فقط إنه شلون كان جاد. خلينا نحكي أول شيء على المايند سيت، خلينا نحكي أول شيء على طريقة تفكيرك، كيف أنت كنت تفكر أول ما وصلت على النمسا، أو وقت كنت بالقطار وكنت رايح على غير بلد ومسكوك الشرطة هني بالقطار، وكيف بيفكر جاد هلأ وأنا عم بحكي معه؟ سؤال كتير حلو. هو في 3 أسئلة بقلب السؤال، أنا حاول إنه يكون يعني مختصر. نعم. أول شيء أنت معك حق، أنا يعني الحمد لله، والشيء اللي ساعدني كتير بحياتي إني قابلت ناس لولاهم ما كنت وصلت لهون. يعني انا الشيء اللي دائما بقوله انه انا ماني شيء يعني خارج عن العادي، يعني انا شخص كثير عادي، بس الفكره اللي صارت معي انه انا قابلت ناس ساعدوني، حمسوني، دعموني، اخذوني من ايدي وقال تعك ساوي هون وعمل هيك تقدر كثير. يعني صار في شيء تجارب ايجابيه، مشان هيك يعني هو طبعا لازم انت تكون بدك، ولازم انت تتعب، ولازم يكون عندك الفيجن، لازم يكون عندك تالنت، لازم يعني تكون بدك تساوي هذا الشيء، هو خليط. لازم يكون عندك الموهبة ولازم يكون عندك الإرادة يعني. تمام. الإرادة والمو...
الموهبة لازم يكونوا موجودين. وهو خليط يعني دائما فلايس اون كلوب يعني التعب والحظ او الناس يعني. مشان هيك انا كمان يعني هلا الشيء اللي عم حاول اساويه ان يكون لبعض الناس اللي عم يحاولوا يساووا شيء بمجال الفن او النشاطات الاجتماعيه انه يكون هذا الشخص يلي بيساعدهم، لانه انا هلا صار عندي نتورك تبعي مجال الاتصالات وانه خليهم انه يعني الفكره لما توصل يوصلوا للشيء اللي مثل نقطه اتصال بيناتهم، يعني انت تاخذ بايدهم للمكان اللي هن حابين يوصلوا له. الفكره انه انت لما توصل لمكان ما يعتبر ان انت انتهت مهمتك. المهمة الثانية اللي تكون ان انت تاخذ واحد يوصل لمكانه لعندك وبعدين تكمل. هي يعني الفلسفة اللي انا بعيش فيها. وبالنسبة لشق السؤال الثاني انه شلون انا تغيرت او صار في يعني نقول تحول او فاندغم، هذا الشيء احيانا بالنسبة لي صعب اني ادركه، لانه احيانا لما هيك بيكون ساعات صفة بحاول اني ادرك شيء اللي انا هلا عايشه وشلون كان، حس حالي كتير يعني فبيض يعني كتير متلبك مالك عارفان لأنه تغيرت حياتي بشكل سريع، كان طريقة تفكيري أو المجتمع اللي أنا عايش فيه أو الشيء اللي أنا عم ساوي. نعم. شلون كنت قبل يعني ما بعرف شلون بدي أوصف حالي. كنت قبل يعني قبل كان بالنسبة لي مثلا أنه سيارة سريعة غالية، وأنه شوفت الحال وكون مثلا تلبس شيء غالي او مثلا تنزل صور على الفيسبوك، كل هذا الشيء يعني الشيء الماتيرياليستي الشيء المادي كان بالنسبه لي شيء كثير مهم او مو كثير مهم، يعني هذا الشيء مثلا الواحد بيشتغل مشان يشتري، هي مرحله الكونزوم يعني انه انت موجود للاستهلاك فقط للاستهلاك يعني. نعم. تماما. يعني كنت انظر للواقع للحقيقة على انه شيء موجود وهو هيك لانه هيك دائما كان وهيك رح يضل، وانا يعني عم طرف منه وعم بشتغل على اساسه. والتحول اللي صار يعني بالنسبة لي انه انت فيك تاخذ الامور بايدك وتغيرها، يعني انه انت ما انك مجرد مشاهد بالحياة وتساوي شيء، انك انت تكون منضبط على القواعد والعادات والتقاليد الموجوده، ولكن انت فيك تصير اكتيف وفيك انت تغير. يعني هي اللي صارت المرحله، انه الاشياء او الحقيقه او الواقع هو مجرد نتيجه لاعمال من ناس كانوا اكتيف وعملوا شيء، ان كان هذا الشيء يتسلى سلبي او ايجابي مو هو الحديث. الفكره انه انت فيك تغير، انه الواقع الأشياء ممكن تتغير لما الأشخاص عدد من الأشخاص يحاولوا يغيروا هذا الشيء. نعم. تماما. يعني أنا حاولت أني بلش غير بواقعي، أنه انتبهت أول شيء أنا إنسان كتير بهتم مثلا بالسياسة بالمواضيع الاجتماعية، مواضيع مثل حقوق المرأة، وعندي يعني صلة للأدب للشعر. يعني أنا كنت دائما عم بكتب بهالفترة، بس يعني كنت عم اكتب بشكل كتير اقل من قبل وبس لالي، يعني مو اني اعمل له نشر. تمام. لحتى صار عندي يعني الشيء اللي كانت نقطة التحول هي مرحلة اكتئاب اللي مريت فيها، اكتئاب حادة صارت فيني اول ما جيت لهون. نعم. اكتئاب مزمن يعني، حتى يعني وصلت لمرحلة انه يعني شو عم نساوي. شو كانت الفكرة الرئيسية من الاكتئاب اللي صار معك؟ شو الفكرة اللي اجت براسك وخلتك تكتئب يعني بهذا الشكل؟ هلا المشكلة بالاكتئاب انه الاكتئاب اغلب الاحيان بيجيك مغطى بوجوه مستعارة، يعني بيعطيك مشاكل انت تشتغل عليها يلي هي مانا الاساس. يعني هي انت بتصير مثلا بالالماني بيقولوا لك القوة ساخي وندي سبتومة، انت بتصير بتضل بتحاول تشتغل على الأعراض وبتنسى الشيء الأساسي، المرض الرئيسي والمسبب. نعم. تماما. هو يعني بشيء بسيط إنه أنت لما تطلع من البيئة المتعرف عليها بتفارق ناس بتحبهم، الجو اللي أنت معترف عليه
تفقده، بتصير بمكان انت بتغير اسلوب حياتك، بتصير انت مر من من انسان ذو يعني عنده المحيط تبعه والناس اللي بتحبه بيحبها، وفجأة بتصير كغريب. هي تجربة انك تكون غريب وتجربة انك انت على طول موجود تحت فحص دائم من المجتمع، انه انت لازم تثبت انه انت مالك مثل سيء مثل الباقيين، انك انت كمان ما بتقدر تعبر عن حالك بهي اللغة، انه انت كمان تعبر عن الشيء اللي انت عم تفكر فيه. لانه اغلب الاحيان لما بتشوف انت الحراك السياسي بخصوص هي موضوع اللجوء واللاجئين كان بالنمسا او بالمانيا، تلاقي انه في مختصين واكسبيرتي عم بيحكوا عليك بس مو معك، مو انت اللي عم تحكي. شلون انت بصير عندك نوع من الاحباط لما انت تسمع هذا الشيء. وزائد يعني هلا انا بحاكيك الشيء اللي صار هون، بس انا يعني لما جاي من سوريا ومعي شنطة تقيل كتيرة من المصائب ومن مو مصائب من يعني الشغلات المتعبة نفسيا، لأنه أنا 2013 اختطفت من جبهة النصرة لأسبوع، يمكن هذا الشيء ما بتعرفه بس هذا الشيء موجود بالكتاب. يعني طلعت بلوزجيت اللي هي فدية تماما. وغير انه على الطريق صار في انه مات معنا طفل بالبحر، يعني في كثير كذا كذا سبب بيخليك انه تعيش هذا الاكتئاب. نعم بالمختصر بكلمه واحده تراوما، هي الصدمه، يعني انه انا ما كنت واعي لهذا الشيء، لانه مجتمعنا ما عنده او انت ربيان الاسلوب اللي انا ربيت فيه ما في وعي او حسيه لموضوع الوعكات النفسيه، انه انت المرض النفسي مثله مثل لما بصير عندك قريب او خلافه، انه احنا ما عندنا هذا. طيب احنا دائما الرجال لازم يضل دائما قوي ودائما ما يبكي. طيب جاد يعني هلا انت قلت كلمتين كتير مهمين، اللي هن انه انت بتحاول بعد ما انت وصلت لهذا الشيء اللي انت وصلت له وتعديت مرحلة التراوما او الصدمة ومرحلة الاكتئاب الشديد اللي كنت فيها بسبب الاشياء الكتيرة اللي عشتها بحياتك انت بالسنوات الاخيرة، قدرت تتخطى هاي المصائب وهي المشاكل وهي المواقف يعني المؤلمة والمحزنة يعني، وحتى انت مو بس ساعدت تماما وهذا الشيء ابدا ما غلط، ولكن انت 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 مو بس عالجت حالك واعترفت لحالك انه انت لازم تروح تعالج حالك، وانما انت وصلت للشيء اللي بعد هذا الشيء اللي هو اعطاء القيمة المضافة، انك انت تكون من الاشخاص المؤثرين. كلمة مؤثر بايامنا هي صارت مع الاسف يعني تسمى بانفلونزا، يعني انت كشخص موجود مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي بتأثر بكتير ناس، بس الفكرة من الموضوع هي كيف انت عم تأثر بهدول الناس. فانت قلت لي كلمة كتير مهمة بالحكي اللي حكيناه قبل المقابلة، انه انا الشيء اللي حاب اعمله حاب يكون ناخلتي، حاب يكون شيء بعيد المدى، بحيث انه شخص بعد 10 سنين يقدر يفتح هذا المحتوى اللي انا عم اقدمه ويقدر يستفاد منه، ان كان عن طريق الكتاب، ان كان عن طريق البودكاست، ان كان عن طريق الفيديوهات، او ان كان عن طريق يعني مقابلة صارت معي على التلفزيون، او انا وقت كنت عم بعمل ستاند اب كوميدي. طيب جاد انت يعني هلا تعرفت انا على جاد كيف تغير مجرى حياته لجاد من وقت ما كان بسوريا وكيف كان يفكر لحد اجى على النمسا وتغير تفكيره وتغيرت الحياة بشكل عام بالنسبة له. طيب جاد من وين اجت فكرة انه انا لازم او انا بدي اكتب كتاب وانشره بالالماني؟ هي الفكرة مثل ما قلت لك قبل، كان عندي أنا حب للكتابة للأدب بشكل عام، حتى أنا جدي كان حكواتي يعني في كافيهات في مقاهي دمشق، زائد أنه لما جيت أنا كان بالنسبة لي واضح أنه أنا إذا بدي أحصل على مستوى أو على طريقة الحياة اللي كنت عايشة بسوريا هون، لازم أني أنا يعني أدرك أنه أنا ماني عايش بسوريا
واني احاول اعبي شروط المتطلبة مني اني اغير اسلوب الحياة بحيث اني اقدر اعيش مثل ما كنت بسوريا بس هون بالبلد اللي انا عايش فيها. لانه اصعب شيء او اكبر خطأ ممكن الواحد يصل فيه انه يحاول تماما يعيش الجو اللي هو متعود عليه، الجو هذا اللي كنا نحن عادين فيه بسوريا هون. مستحيل تزبط لانه تغيرت العالم، في كتير شغلات تغيرت، ما رح نحكي بالتفاصيل لانه هذا الموضوع كتير يعني شائك. ممكن بالنسبة لي واضح انه انت لازم سيش اين لاس، انه انت لازم تتقبل وتتعايش مع هذا الشيء اللي انت عايش فيه. وكان اهم شيء بالنسبة لي تعلم اللغة، قلت حالي اذا انا بدي اكتب القصة انه في كتير ناس يعني قرايبيني او اخواتي او الناس اللي هون نمساويين اللي حكيت لهم شو صار معي، ان كان بسوريا الاختطاف ولا رحلة اللجوء والتجارب بمطار أسينا. أنا جربت 5 مرات بمطار أسينا وبعدين المهم أنا جربت 3 مرات أنا 5 تماما. حبيت أتعلم اللغة، قلت حالي مستفاد يعني بضرب عصفورين بحجر، إنه أول شيء تعلم لغة بحيث إنك تكتب بالألماني، وثاني شيء تكتب الكتاب. وفي كثير ناس بتقول لي انه يعني شلون تكتب كتاب بالالماني، هذا الشيء صعب اذا انت ما بتعرف اللغه. وهون هي الفكره دكناككم، انت لما شيء ما بتعرفه بس بتحاول تساويه وتتعرف عليه. انا شيء انا اللي فادني بلغه الالمانيه اني كنت ما بعرف اكتب بالالماني وجربت، واللي صار انه مثلا كتبت الكتاب وبنهايه الكتاب تحسن مستواي بشكل افضل بكثير، رجعت بلشت من اول جديد صلحت لانه لقيت اول كبيت الاول الاقسام اول كتاب ركيك من لاحية اللغه، رجعت عدت ولما وصلت النهايه كمان كان تحسن مستواي لانه انت عم تقرا كلمات جديده، عم تقرا قواميس. انا بمرحله هلا ما قبل اني انهي للروايه، لانه عم بكتب على روايه خياليه ما لها علاقه فيني، يعني مجرد روايه. وهذا الشيء يعني بالنسبه لي يعني الشيء اللي انا بحب اسويه، يعني هو الليبنزفيزيون. نعم نعم نعم، يعني بالنهايه هذا الشيء بالنسبه لك يعني هو الشغف تبعك، يعني اللي انت بتحب تعمله كرمال لحتى تلاقي الاكتفاء الداخلي. تمام يعني تمام. هذا الشيء بصراحه كتير كتير حلو يعني. ولكن اذا بقول لك جاد ب 59 ثانيه فيك تلخص لي الكتاب تبعك ب 59 ثانيه لكل شخص حابب، مثلا حتى من الاشخاص اللي عايشين ان كان بسويسرا ولا بالمانيا ولا بالنمسا وهن من الناس اللي تعلموا اللغه وحابين كمان ممكن يكون عندهم الرغبه انه يشتروا الكتاب تبعك ويقروه، فممكن تلخص لي ب 59 ثانيه او بدقيقه واحده عن شو بيحكي الكتاب بالضبط؟ بنت ياسمين أوس بندت ولا تماما 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 عندما يهاجر الياسمين. تماما، فكرة هي قصة لجوء، شلون انت بتكون مانك حابب تروح بلدك، يعني رغم انه انت كنت مخطوف وكنت عايش في يعني كريكس كبير حرب حابب تضل، بس صار انه انت اضطريت بدك تحمل سلاح وتروح على الجيش، وهذا الشيء يعني مخالف لمعتقداتك ولا الشيء اللي انت بتفكر فيه. بتغادر بلدك، هي الفكرة انه شو بيدفع الناس انه تغادر بلدك او تترك بلدك وتبلش رحلة اللجوء، انه انت بتفكر تضرب لبنان بعدين بتركيا بعدين بتبلش تطلع بالقارب 3 مرات ما بتنجح ومرة بيموت طفل، بعدين بتوصل على أثينا. من أثينا جربت اني اطلع بالطيارة ما مشي الحال، بعدين كملت مشي. وكمان شلون الفكرة انه انا بحكي قصة الاختطاف اللي صارت معي في 2013 شو شفت هني. وكمان انه انا كنت بفرع المخابرات الجوية وشفت كتبت شو شفت هني. هي الفكرة انه انا كان في كتير اسئلة بتجيني، لانه انا قبل ما اكتب الكتاب كنت عم ساوي فورتريجل
برزنتيشنز عن موضوع الحرب بسوريا. نعم. وحكيت كمان انت عن النمسا وحياتك بالنمسا ولا هذا لا هذا لسه هذا لسه الكتاب اللي بعده. طيب يعني انت حكيت عن جد بس حكيت عن الهجره اللي صارت معك. تماما. عن اسباب الهجره وكنت وقت كنت بسوريا ولحد وصلت على النمسا. تماما. انا كان يعني ببوستين شايله مني نهيت لما وصلت لانه صح. ما حبيت اكتب عن شيء انا لسه ماني منتهي منه لانه انا يعني ساعتي موجود ان ذا بروسيس صفحه جديده يعني هلا بتوقع صار في مجال اني انا اكتب عن الشيء اللي شفته هون بالنمسا بس ما كان بدي يعني انه انا اكتب عن شيء ماني ما في جنوب سيلف ريفلكسيون تماما يعني انت لسه ما فكرت كتير بهذا الشيء لا بنفسك يعني طيب جاد يعني نحن اذا بنروح من الكتاب وبنجي لجاد اللي قرر او ممكن الصدفه هي اللي وصلته على المنصات على المنصات وانه يعمل ستاند اب كوميدي شو من وين اجتك هاي الفكره او كيف انت قبل ما تكتب الكتاب بعد ما تكتب الكتاب شو اللي صار لحتى قلت اوكي انا عندي شيء بقدر من خلاله ضحك الناس يعني بقصص وشغلات من صلب واقعنا يعني وبالألمان وللنمساويين والألمان فشو الشيء اللي صار وكيف بس قبل ما نلغي أو نتجاوز مرحلة الكتاب في تعليقين أو فكرتين أنجيلا ميركل قرأت الكتاب وبعثت لي رسالة واو وحصلت على جائزة حقوق الإنسان أو اسمها وردة حقوق الإنسان حلو يعني شيء يعني في كذا شغلة بس هدول يعني شرف كبير يعني بالنهاية الواحد يسمع هذا الكلام أنا كشخص مجرد إني بتكلم اللغة العربية بفتخر إنك أنت وصلت لهي المرحلة تماما ونرجع للسؤال موضوع الستاند اب كوميدي اللي صار انه انا سويت بال 2019 كثير امسيات قراءه لازم واللي صار انه يعني الموضوع اللي انت عم تحكي عليه اللجوء كثير دراماتيش كثير تركني يعني كمان نعم ناشف يعني موضوع ناشف هو ناس تجي لعندك بتحس انه يعني كلهم شلون بدي لك متشنجين يعني نعم بدي لهم شغلات رح يبكوا نعم هذا الشيء صار يعني بس انا اللي الشيء اللي بساوي انه الناس تتفاجئ انه انت اول شيء كثير بتحكي قصص مضحكه او بتحكي لهم نكات او بتضحكهم يعني بشكل عام واللي صار انه خلال هاي الامسيات تحولت من قراءه لكباريه ستاند اب كوميدي وكثير يعني جاني ردود افعال انه مساوي كباريه مزاق يعني عندك الحس للموضوع وهيك هيك يعني تم الموضوع وبرأيي انه في كتير مواضيع نحن ما بنقدر او بنقدر بس بيتطلب كتير وقت وجهد وطاقة ونقاش لحتى تقدر تحكي عنه او توصل لشيء مشترك بنفس الوقت عن طريق نكتة او ضحكة او الستاند اب كوميدي ممكن تعالجها بشكل انه تخلي الناس يضحكوا عليها وانت تورجيه بقديش هذا الموضوع سخيف مثلا مثل الفوق وتايل او الاحكام المسبقه انه هم جايين ياخذوا لنا الشغل نعم تبعنا بيحكي عن قصه انه انا شلون اخذت الشغل من النمساويين او من الالمان شلون شلحتهم ابي اشتغل بيضحكوا على الموضوع بيحسوا انه يعني نحن ليش عم نعمل ديبات على الموضوع كثير كثير بايك يعني انت البلد محتاجه هذا العامل هو اجا وعنا وين وين سيتواسيون انتهى بدون ما تعمل يعني الكل مستفيد من هذا الشيء نعم انا بدون نعم. ما تعمل توك شو تعمل جيب اكسبيرت تعمل ستاتستيك ارقام وكذا انت بتعالج بعض القصص او المشاكل مثل ما قلت انت عن طريق الهمون تماما هو عن طريق الفكاهه ويعني الحمد لله نجح يعني مش هلا بكورونا صعب كثير انك تعمل مع الاسف فيات. مع الاسف يعني ممكن بس بعدد كثير قليل من الحضور نعم و
عم استغل هذا الوقت هلا للكتابة، عم بكتب ما قلت لك على هذا ان شاء الله بكل توفيق يعني. بالنهايه مثل ما انت تفضلت وقلت يعني مجال بيفتح لك مجال تاني، مع انك انت كنت ابدا ما كنت تفكر بهذا الشيء يعني. انت كان هدفك تروح وتعرض الكتاب تبعك وتقرا وتقرا بامسيه عن الكتاب. انت بتكتشف والناس بتكتشف كمان انه انت عندك عندك هذا الحس الفكاهي يعني، اللي بتقدر من خلاله تحول دمعه لضحكه يعني. ففتت انت بهذا المجال يعني. الشيء الكثير مهم واللي بشوفه انا انه انت من الاشخاص اللي انا بعرف كم شخص يعني هون بالمانيا عندهم تجارب بالكتابه ان كان باللغه الالمانيه او باللغه العربيه، ولكن هن بيوقفوا عن هذا الشيء يعني. ان ما عندهم يا اما الجرأه يا الوقت، يا اما هن بيفكروا بمخهم انه هن ما فيهم مثل ما انت تفضلت وقلت ما بدهم يطلعوا من الفقاعه اللي هن عايشين فيها وحابين يضلوا بمنطقه الراحه. ولكن المميز فيك جاد انك انت حبيت كمان عن طريق هدول الليزم اللي انت عم تعملون، وبعدين عن طريق الستاند اب كوميدي، ومن بعدها كمان انت قلت لي هذا الشيء اللي هو يعني كتير انا بشوفه بيعملك شخص يعني مميز عن باقي الناس، لانك انت عم تحاول تعمل مدرب للعقل البشري عند الاطفال وعند الشباب وخاصة بالمدارس يعني. هلا اذا اي شخص منكم، طبعا احنا حنترك كل الروابط لصفحة جاد على الانترنت للانستغرام تبعه اذا حابين تتواصلوا معه، وبتشوفوا عنده انه هو كتير زاير ان كان مدارس ولا ان كان منشآت شبابية وما الى هنالك، وعم تروح وتوعي بهدول الشباب. شو الشيء اللي حركك انك توصل لهذا الشيء؟ وطبعا انت قلت لي باول الحلقه على المبادره اللي اسمها هيروس الابطال يعني، فلو تحكي لنا عن هذا العمل اللي انت عم تعمله، ومن وين اجى هذا العمل، وشو الفكره، وشو اللي دفعك تشتغل هذا الشيء؟ بكل سرور. اول شيء النقطه اللي انت حكيت عنها كثير مهمه، موضوع انه نحن بنعمل شيء بس بعدين بنوقف، وهذا الشيء يعني في له كثير اسباب، بس انا متوقع سبب مفصلي انه نحن مربيين على انه ما نغادر الحدود، ما يعني مربيين على انه التعتيم، مربيين انه في شغله في حدود ممنوع تتجاوزها، خطوط حمراء نحن يعني تربيه الخطوط الحمراء. ومشان هيك لما انت تعيش بهذا المجتمع بتفقد الثقة بنفسك، تفقد الجلاوبة يعني انك الايمان بالنفس. الايمان بالنفس. وانا صرت يعني لما طلع الكتاب وصار يعني اول نجاح، وصلت لمرحلة انه خلصت هي الموجة، وانه اموال يعني هي خلصت، وحسيت انه هون يعني انا ممكن هلا ارجع لحياتي الطبيعية انتهى، او انت ممكن بلش شيء جديد. واللي لاحظت انه يعني الشغل كثير اعطاني طاقة ايجابية، واللقاءات مع الناس وحتى الرسائل اللي وصلتني على الفيسبوك او الانستغرام كانت كثير ايجابية ومحمسة، وحسيت انه انا هلا عندي امكانية اني اساوي شيء واني اغير شيء. حكينا اول شيء انه انت تكون سلبي او ايجابي بالحياة، انك انت تكون موجود بالجمهور اللي عم يتفرج لون الناس عم تغير الحياة، او انت تاخذ الامور بايدك وتغير وتكون فعال، لانه انت ممكن بكلمه بجمله واحده تغير حياه انسان او حياتك بالمرحله الاولى. انت لما تغير نفسك بتغير كمان كثير شغلات بحياه الاخرين من حواليك. نعم يعني كمان هذا غير موضوع. صار عندي انه هاي الفتره انه هيك مثل ما بيقولوا عنا بالشامي توغوشت، كمل ما كمل عندي الإمكانية
يعني هلا انا كتبت قصتي نجحت، اذا كتبت رومان رح انجح، اذا انا بالليزون حكيت هالقصتين ثلاثه والعالم ضحكوا، اذا سويت ستاند اب كوميدي رح انجح. كانت فتره محاطه بالتسايفل، يعني كنت ماني عارفه انه شو ساوي، يعني ما كنت واثق. يعني حتى يعني نظرت لتجربه حياتي، انت اذا ما ساويت ما رح يصير، واذا ساويت وخسرت في شيء دائما انت استفدت منه تجربه. نحن بنحس الغلط اللي عم نفكر فيه انه اذا ما نجحت معناتها انت تكسرت وتدمرت، لا غلط، بالعكس صار عندك تجربه، صرت بتعرف انه هذا الشيء ما بدي اياه، ما مو طريقي، معناتها بشوف الطريق الثاني. وهي طريقه التفكير ساعدتني وكملت الحمد لله. يعني انت لما ترسل شيء لبرا بيرجع لك. بالالماني في مثل بيقولوا في من ان دن والد روف سو كومت سروك. نعم، انت لما بتصرخ بتعمل شيء بيصير فيه. تماما في لما تعمل تمام وتعمل فعل حيكون في ردة فعل بالمعنى العام، ولكن المعنى الحرفي حيكون وتصرخ انت بقلب الغابة، الصوت اللي انت عم تصرخه لح يرجع يسترد لك. وهو الكلام يعني بالمعنى يعني الحقيقي انه انت اي شيء لح تعمله حيكون له ردة فعل. تمام، وكملت. واحد يعني الاعمال اللي انا كتير اكتيف فيها هي الوركشوبس، ورشات العمل او المحاضرات بالمدارس. يعني زرت ما عدد كبير من المدارس، ما بعرف يعني حتى قديش، كان بالنمسا او بالمانيا، وحكيت عن هالموضوع، مو بس موضوع اللجوء، حتى موضوع الاراده، موضوع التطور الذات، عن موضوع كره الغرباء وال فايند بيلدا وخلافه. وحسيت يعني هاي مسؤوليه صارت بالنهايه، انت عندك امكانيه صار ان كان انت بدك وانت بتحب وانت عندك الموهبه، زائد انه في عالم عم تدعيك وعم تعطيك المجال، صارت هاي مسؤوليه. وانا لما كنت صغير افتقدت لهذا الشخص اللي يجي يقول لي تعال انت راح تقدر، يكون منتور يعني، او ما بعرف بالعربي منتور، الناصح يعني. الناصح تماما، يقول لك انت عندك هالامكانيه، جرب تعال كيما تزامن مصوبايتا. ما كان في هذا الشخص، انا محاول اكون هذا الشخص ل كان يافعين او بمرحله يعني الشباب بين ال 14 المراهقه تماما، لانه هي المرحله مثل ما الكل بيعرف محاطه من الشكوك والخوف، انت لما تكون بهالعمر. يعني هي مجرد تكون يعني لقاء عبارة عن إنسبيراتيون، يعني إنه تكون أنت تحفيز، إنك تقدر تحفز الناس وتلهمون. يعني تعبتك معي اليوم بالترجمة، ولا يهمك تماما. وهيروز كمان هذا بيشتغلوا أنا لعدد قليل من الساعات، مو لسبب مادي أو شيء، إنما لأنه شيء يعني كتير زوزو يعني اسمخت سن، يعني كتير مهم يعني. نعم تمام، مهم، وبتشتغل انت لبعد كتير بعيد يعني. تماما، انه نحن بنروح على مدارس وبنشتغل على موضوع هيروز، الانتا تيتل تبعه اسمه جيجن انتا تركم امنامة دقيقة، ضد قمع المرأة باسم الشرف. يا سلام يا سلام. نشتغل مع يافعين مراهقين، اغلبهم من ميجراسيون هنتبرون، يعني ناس بي يعني من العرب او اتراك من غير جنسيات. نعم تماما، على هي الموضوع انه حقوق المرأة، صور المرأة، دور المرأة. طيب شو جاد لو سمحت، بس يعني شو الشيء اللي خلاكم انه تعملوا هذا، او صاحب الفكرة مين هو هذا الشخص اللي قال انه نحن لازم نعمل هذا الشيء، وخاصة عند الاشخاص يلي من جنسيات تانية اللي ما لهم علاقة بال 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 بالمانيا او بال بالنمسا، يعني او الولدانين هنيك، ولكن يعني هن عندهم خلفيات وعادات وتقاليد غير العادات والتقاليد الموجودة بالبلدان اللي بيعيشوا فيها. هلا في شغلة مهمة، لما نحن بنحكي عن حقوق المرأة والتعامل مع المرأة باحترام،
ما لازم نفكر انه هذا الشيء بس موجود بمجتمعنا الذكوري العربي، لا، حتى هون انا كثير يعني عايشت انه بمدارس المانيه او نمساويه، ناس هن بيو المان او نمساويين بينظروا للمراه انه هي اضعف من الرجل، انه هي يعني 100% 100% 100%. هي الصوره المراه السلبيه ما أنا احتكار للعرب، نعم المهاجرين، نعم. احنا عم نشتغل مع الكل، بس بالذات في عندنا نحن الكونسبت او فهم الشرف عندنا يعني اكثر اوسكبريك، يعني عندنا اكثر في هي حقيقه ما فينا الواحد نعم. اصل المشروع طلع من برلين بعد ما بال2008 صار في كذا حاله قتل باسم الشرف، وفي الحاجة اللي سببت انه يطلع هذا المشروع صار في له دوكيومنتيشن بفيلم اسمه نوا اين فراو، شلون اخ بيقتل اخته لانه هي يعني احنا بس مشان نترجم للناس، يعني هو عملوا فيلم وثائقي اسمه فقط من اجل امرأة، تمام، نوا اين فراو، نعم، فقط انا امرأة واحدة. وبعد منها صارت هي المشروع الهيروز، وهو موجود بكذا مدينة يعني في ألمانيا وبالنمسا، وما في مؤسس واحد، في كذا مؤسسين، يعني مجموعة من الناس اللي اشتغلت على هذا الشيء. تماما. وطيب انت يعني جاد اشتغل فيه كذا ساعة مو كثير. وانت يعني جاد بس كرمال احنا نعرف يعني انت شلون فيك خلينا نتخيل شو الشيء اللي انت بتعمله مع الشباب، من إن كانوا من الصبيان أو البنات. الشباب بيجوا لعنا كل يوم أربعة، شباب بس 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 شباب. أوكي. بيجوا لعنا كل يوم أربعة وبنحكي كل جلسة عن موضوع جديد، إن كان البكارة أو مهمة الرجل، في شيء اسمه مهمة للرجل، في شيء اسمه مهمة للمرأة. بنحكي حتى عن غير شغلات، يعني بنحكي عن العنصرية، بنحكي عن التنمر، بنحكي عن الثقافة، حتى عن الدين، السياسة، في كتير يعني مواضيع. هي الأوس بيلدوم سنة كاملة، كل أسبوع في موضوع جديد، وفي يعني يا بنكون نحن الإكسبيرت يا ما بندعي واحد، كان موضوع كمان الجنس، لأنه نحن يعني مثل ما كل بيعرف ما عندنا ثقافة جنسية، هذا تابو، هذا ممنوع تحكي عليه. بس تكبر وتفوت دنيا، تخش دنيا بتتعلم لوحدك، ومشان هيك يعني في كتير خرافات يعني عن موضوع الجنس عايشة بعقولنا، ونحاول نحن نعمل هون انه توعية يعني بهالمواضيع. ولما بصير انه في مدرسة حابة تدعينا للصف تبعها، بنروح نحن واحد هدول الابطال الهيروز، وبنحكي عن هاي المواضيع. نعم. شيء كتير جميل. بما أنه أنت جاد يعني شخص يعني دائما بتواصل وبتواصل عن مسألة دور المرأة بالمجتمع، وبما أنك أنت بتشتغل بهاي المبادرة كمان، يعني فأنت برأيك جاد شو هو في وصفة محددة نحن فينا نطبخها كرمال انه هاي المشكله تنحل؟ وصفه ما بقى، يعني ما بتوقع انه في وصفه معينه، لانه كل وضع كل مكان في له حيثياته الخاصه، يعني ما فيك تعمم عن كده. بس انا الشيء اللي بطمح له انه نوصل لمرحله ما نحتاج، انه الامراه ما تحتاج حدا مثلا مثل جاد هو يحكي عن حقوق المراه ويحاول، انه المرأة هي بحد ذاتها تحكي عن نفسها، توصل لمرحلة انه هي تكون صاحبة القرار، وهي تجي وتوقف مكاني انا وهي تحكي عن نفسها. بس للأسف يعني لحد هاللحظة في كتير نساء وصلوا لهالمرحلة، بس لما انت كرجل اللي هو مستفاد من المجتمع الذكوري توقف وتحكي عن هاي الانكلاش، هاي عدم التوازن، عدم المساواة، لما توقف وتحكي بيكون لها صدى، بيكون لها وقع، غير لما تجي امرأة تقول انه هذا الشيء مو ظابط. ليش؟ لانه انت لما كرجل تسمع رجل ثاني عم بيحكي، غير لما انت كرجل تسمع امرأة عم تحكي. هذا يعني
انا بتوقع انه ما نحن مو بس نحتاج هي او هي، نحتاج الاثنين يعني. نعم. ومثل ما قلت يعني الهدف انه نوصل لمرحله حتى ما نضطر نحكي عن هذا الموضوع، لانه صار الموضوع بديهي انه المراه مثل الرجل. نعم. نعم. حقوق يعني، انا مقتنع انه حقوقا و يعني ادوارنا بالمجتمع نحن متساويين. هو في اختلاف بين الرجل والمراه، في اختلاف بيني وبينك، في اختلاف بيني وبين اخي، الاختلاف هو غير شيء عن المساواه. نعم نعم نحن نعم. ما لازم نضيع بين الاختلاف والمساواه. ضيفه من الضيوف، ضيفه من الضيوف قالت كلمه كتير حلوه باخر المقابله تبعها، قالت الاختلاف لا يعني الخلاف. نعم. وبتخيل انا بتمنى انا مثلك يعني بنفس الوقت من عن طريق المنصه تبعي انه نقدر نعمل توعيه بهذا المجال، بحيث انه نعرف الناس اول شيء انه هذا الشيء اللي عم يصير بالنسبه لعدم المساواه هو مو بس حكر على العرب، وانما حتى الالمان او النمساويين عندهم نفس المشكله يعني بيعانوا منها. وكمان نفس الوقت انه نقول انه يعني، وانا بصراحة يعني ضيفاتي يعني انت هلأ اول ضيف بعد تقريبا 7 نساء رجل يعني. انا مثل ما قلت لك، انا حكيت لك هي بالفورجش بريك انه شيء اللي شجعني اني نساوي المقابلة معك، اول شيء انه بالعربي، ثاني شيء انه شفت انه انت كثير عم تعطي مجال للنساء، للمرأة العربية هي تحكي يعني عن نفسها. نعم نعم. وهذا الشيء شجعني انه، وهذا الشيء بيسرني يعني. أنا شكرا كتير لك يعني. بصراحة الحديث يعني معك عندي يعني ما بتخيل قديش في عندي لسه أسئلة بدماغي، ولكن حابب أوصل معك لهدول الأسئلة اللي أنا بشوف أنه أنت شخص كمان بتحب الفلسفة يعني، فأنا بشوف أنه هدول الأسئلة بشكل إيجابي. أنا عم بقصدها بشكل إيجابي. الشامي هي مسبة لما يقول واحد فلسفة. إيه نعم. لا أنا ما نحن مالنا بالشام، وأنا هلأ عم حكيك بطريقة إيجابية. لا حبيبي كمان عليك. جاد، كيف بتوصف حالك؟ جاد الحالي كيف بيوصف حاله بخمس صفات؟ خمس صفات، هذا يعني سؤال النهائي، أصعب شيء أنت بتخليه. أنا أول شيء هلا حاليا بمرحلة إني عم حاول اكتشف المحدودية تبعي، تبع الإنسان، تبعنا نحن، إنه نحن قد ما فكرنا إنه نحن عنا معرفة أو عنا تفاهم أو عنا كفاءة، دائما لحين أصنع شيء وما بنقدر نعرف كل شيء. هي الشغلة محاول هلا إني أساويها أكثر وضوحا لي. تاني أنت بدك مرحلة ولا صفة؟ مجرد صفة. أنا يعني صفة بتشرح، لأنه بتشرح شخص، وتقلي خمس صفات بخمس كلمات بتشرحك يعني. سؤال غلط ولا يهمك. أنا تعلمت انه لما يجيني هيك سؤال احكي اول شيء عن الشيء السلبي بعدين عن الايجابي، لانه الايجابي بيضل الاخر شيء بيضل بالذاكره. بس كصفه اولى انا غير صبور يعني، عندي عجوليه، دائما بدي اوصل للشيء بسرعه. ثاني شيء كثير نافتنكليش، بتفكر كثير عندي هون صعب انه في. ثالث شيء أنا يعني منفتح، يعني ما عندي مشكلة بأي شيء يعني إني أحكي عنه أو أتعرف عليه أو أشوفه، أي موضوع بالدنيا يعني منفتح لشيء جديد يعني. بالألماني بيقولوا أوف كشلوسن. نعم. كمان حالم، عندي يعني كتير أحلام اليقظة يعني، أحياناً بقعد وبروح لأماكن وبتخيل شغلات اللي مو مستحيل تصير، بس يمكن هذا الشيء اللي بيساعدني على الكتابة هي الفانتازي 100%. تمامًا. هي الرابعة. وختاماً يعني أنا
شو بيسموه بالعربي عين في الزام، يعني تقدر تشعر بالأشخاص التانيين تماما، انه عندي لما بشوف شخص ما احيانا ما بنضطر نحكي، بقدر يعني خلال ترددات الطاقه تبعه اعرف وين هو وين نعم ممكن قربه لي او بعده. نعم تماما. طيب جاد، شو بتحب تقول لجاد اللي عمره 10 سنين؟ تحب تنصحه شيء؟ بتحب تقول له شكرا؟ بتحب تشكره على اي شيء؟ او بتحب تعطيه نصيحه كرمال جاد الحالي يكون يمشي بطريقه بشكل احسن؟ اول شغله بقول له لطفل اللي هو انا بالنمساوي بيقولوا تشيل مال، يعني روي باستون، انت تمام يعني بالعربي تبس جنوب، ما في داعي لتعمل لحالك ضغط انه تصير كفاية. الشيء اللي بدي له اياه انه ما في داعي تفكر بالشيء اللي انا عم فكر فيه، عيش اللحظه اللي كنت بدي اعيشها، لانه بتوقع الشيء اللي عشته انا وصلني لهون، ما بدي اغير شيء يعني بحلاوته او بمره. غني العب تمام حلو كثير. تمام. المقوله اللي انت سمعتها قريتها او انت نفسك كتبتها وبتقولها لحالك وقت الدنيا بتضلم؟ انا فيني اقول لك كذا مقوله، في كثير مقولات، بس الشيء اللي انا انت سالتني سؤال لما يعني مخصص شيء بتقوله لحاله لما الدنيا بتضلم، في شيء انا بقوله لحالي لما الدنيا بتضلم، هي انه انت مو هذا الشيء اللي عم بعيشه هلا. نحن اغلب الاحيان بنعمل ايدنتيفيكيشن مع الافكار تبعنا او المشاعر تبعنا، بس هذا الشيء لحظي، هذا الشيء وقتي، انت اكثر من هيك. فوق البرسبكتيفة بسموها، انك تطلع من فوق وتتفرج من نظرة العصفور يعني على شكل على 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 حالك، يعني انك تكون انت المشاهد يعني مو بس اللي عم يعيش هذا الشيء. حلو كتير حلو كتير. تماما ما مثل الشيء اللي قلته قبل شوي. نعم. ستوب، وقف اي شيء عم تساوي، خذ نفس عميق وراقب حالك شو عم تساوي وشو عم تعمل. هي بس مجرد انه تعمل توعيه لك كشخصك، هي هي الفكره. لما انت تدرك الشيء اللي عم تساويه هلا بصير عندك نوع من الحياديه، بصير عندك نوع من انه تكون انت غير منحاز، لانه دائما نحن بنكون كثير منحازين للشيء اللي نحن بنفكر فيه، الشيء اللي عم نساويه، مع انه احيانا نحن بنشوف انه الناس عم تغلط والناس عم تعمل شيء مو منيح، بس ما بنفكر انه هذا الشيء ممكن كمان يصير معنا، مع انه نحن كمان ناس وكمان مثلهم، ونحن بنقول هن اللي مو مناح، هن العاطلين، وهن اللي، مع انه نحن نفس الشيء. المشكله انه ما عندنا هذا الوعي انه نوقف ونشوف. وهي يعني انا بتوقع انه اذا كل انسان بيقدر يعني براكتسيا يعني عايش هذا الشيء رح يتغير كثير شيء بعالمنا، انه مية أختم كاي. أنا بنهاية المقابلة جاد دائما بحب أعطي كل ضيوفي الموبايل السحري. الموبايل السحري له يعني مهم، له مهمة واحدة، واللي هي إنه بتقدر من خلاله هذا الموبايل تبعت رسالة SMS لكل شخص موجود على هالكرة الأرضية، بغض النظر من وين، شو بيحكي، شو اللغة اللي بيحكي فيها. من خلال هذا الموبايل فيك أنت تبعت رسالة SMS بجملة واحدة وبتوصل لكل شخص على الكرة الأرضية. شو حيكون فحوى هاي الرسالة؟ الرسالة حتكون stop، وقف اي شيء عم تساوي، خود نفس عميق وراقب حالك شو عم تساوي وشو عم تعمل. هي بس مجرد انه تعمل توعيه لك كشخصك،
هي هي الفكرة، لما أنت بتدرك الشيء اللي عم تساويه هلا بصير عندك نوع من الحيادية، بصير عندك نوع من إنه تكون أنت غير منحاز، لأنه دائما نحن بنكون كتير منحازين للشيء اللي نحن بنفكر فيه، الشيء اللي عم نساويه، مع إنه أحيانا نحن بنشوف إنه الناس عم تغلط والناس عم تعمل شيء مو منيح، بس ما بنفكر إنه هذا الشيء ممكن كمان يصير معنا، مع إنه نحن كمان ناس وكمان مثلهم، ونحن بنقول هن اللي مو مناح، هن العاطلين، وهن اللي، مع إنه نحن نفس الشيء. المشكلة إنه ما عندنا هذا الوعي إنه نوقف ونشوف. وهي يعني أنا بتوقع إنه إذا كل إنسان بيقدر يعني براكتسيا يعني عايش هذا الشيء رح يتغير كتير شيء بعالمنا. إنه ما أختم كايت وعي. في نهاية الحلقة يعني بتشكرك أول شيء على وقتك، وبتشكرك على كلامك وعلى الأفكار اللي أعطيتنا إياها، وبتمنى لك كل التوفيق. وأنا يعني كثير متحمس للشغلات الجديدة والقادمة اللي أنت حابب تعملها كمان بالأيام الجاية، وإن شاء الله ممكن هلا اللقاء كان يعني عن طريق الإنترنت، ممكن اللقاء القادم بيناتنا يكون عندي بالاستوديو يعني، وتشرف فيك. شكرا كثير لك جاد، وشكرا كثير لقبولك التعاون.